Giroud. And yes, Arsenal get the goal. It's Aaron Ramsey. حلقة جديدة من Egyptian Goal البودكاست. نتيجة سيئة وأداء سيء جدا من أرسنال. نتيجة زي ما بيقولوا بتحط كل شيء in perspective وreality check لأرسنال وجميع أرسنال بشكل عام. عشان نعرف ان ارسنال لسه قدامنا طريق طويل جدا نمشيه لحد ما نوصل للكونسيستنسي ان احنا نادي ماتش على الاستمراريه, ان احنا نادي ماتش زي ماتش السيتي او ماتش ليفربول كل اسبوع 90 دقيقه يكون بالشكل ده. لسه احنا بعاد من ناحيه الاستعداد, ان الفريق يبقى جاهز من ناحيه التدريب, ان الفريق يبقى جاهز من ناحيه العناصر اللي عنده, من ناحيه التوليفه او التناسق على خطه ارتيتا. لسه مشوار طويل ونتيجه فعلا يعني كانت, مش هقول ان هي كانت كويسه طبعا من ناحيه خساره النقط ومن ناحيه الاداء السيء, ولكن كان مهم ان الفريق ما ينساش نفسه, يفتكر ان لسه مشوار طويل, لسه احنا بنمر بتغييرات كبيره جدا على كذا صعيد, فمحتاجين نفضل كوميتد للخطه, كوميتد للبروسيس اللي ماشيين عليها على امل ان احنا نوصل اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. هيكون معايا النهارده ان شاء الله محمود سامح عشان نتكلم على ماتش استون فيلا. ازيك يا محمود؟ ازيك يا زكريا, اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. محمود احنا النهارده عندنا ماتش يعني فقير جدا نتكلم فيه, ماتش الاداء فيه كان سيء لمعظم اوقات المباراه, يعني لو ممكن نقول كلها. هبدا معاك من التشكيل. ارسنال لعب مارتينيز, روب هولدينج, ديفيد لويز, سيد كولاسينيتش في الدفاع, تغيير شامل طبعا عن او يعني تغيير الاثنين من ثلاثه اللي ورا, بوكايو ساكا, توريرا, سيبايوس, سيدريك سواريز في نص الملعب, تغييرين من او ثلاث تغييرات برضو من الفريق اللي لعب قدام سيتي. قدام اوباميانج وانكتيه ولاكازيت برضو التشكيل مختلف من ناحيه الهجوم. انكتيه بيرجع تاني بعد ما كان موقوف مده 3 ماتشات بسبب الكارت الاحمر. بتقولي محمود سريعا رايك في التشكيل, وشايف هل الروتيشن ده كان ازيد من المطلوب ولا هو يعني بسبب عدم اهميه الماتش الروتيشن ده كان منطقي؟ ورايك طبعا يعني في وجود كولاسينيتش في ماتش زي ده, طبعا ماتش مش مهم لكن احنا كنا اظن كلنا اتفقنا ان كولاسينيتش محتاج يختفي من التشكيل تماما. والله يعني ممكن حاجه ابتدي بيها, يعني انا شايفها بقيت ببص لها ان حاجه ايجابيه. لو فاكرين بدايه ارتيتا مع ارسنال كان دايما ما بيحبش يغير في التشكيل كتير, وكان دايما التغييرات في اضيق الحدود, وكنا خلاص عارفين اللعيبه اللي بتلعب كل الماتشات, وده الى حد ما كان بيبين حاجتين ممكن نبقى شايفينهم حاجه كويسه وحاجه وحشه. الحاجه كويسه ان احنا بقينا عارفين ان ارسنال ليه طريقه لعب محدده بيحاول يفرضها في الماتش لما بينزل, والحاجه الوحشه ان دايما لو عندك عيوب هتبقى باينه دايما لان انت تشكيله دايما ما بتتغيرش. فبعد ما رجعنا بالتوقف وبعد ما موضوع كورونا واتفرض علينا اوقات مباريات في نطاق ضيق, الماتشات بقى الفرق بينها مش كبير, ما ينفعش تلعب بنفس اللعيبه الماتشات كلها, خلى ارتيتا يبقى فليكسبل في اختيار اللعيبه, وإلى حد كبير بقى موفق جدا في ان هو بقى بينقي اللعيبه اللي تناسب الماتش. ما اعرفش ده تغيير في عقليه ارتيتا عموما ولا بسبب الفتره اللي احنا فيها في الموسم, يعني بسبب ان احنا عندنا ماتشات ضغط مباريات في وقت قليل, فاحنا قررنا ان احنا نمشي بالطريقه ان احنا نختار اللعيبه اللي تناسب الماتش ونحاول نغير عشان اللعيبه ما تبقاش مرهقه يعني. بس في كل الاحوال انا شايف ان دي حاجه ايجابيه. انا ما بقتش بتفاجئ من اسماء اللعيبه اللي بتلعب لان انا بقيت واثق ان في مدرب مختار لعيبه, فاللعيبة دي هتنزل للماتش هتعمل حاجة. فكرة اتفق او اختلف معاها, بس انا متأكد ان بتقال لهم حاجات تعليمات محددة, فاحنا ما فيش لعيب هيبقى بيلعب بالطريقة اللي هو متعود يلعب بيها, هيبقى بيلعب بالطريقة المدرب قايله يلعبها يعني. فاللعيب مثلا زي سعيد احنا بقينا عارفين هو يعني موظف وبينزل اوقات محددة يأدي دور محدد هو مطلوب منه بالشكل ده. لو احنا عندنا البديل هيلعب, لو مضطرين ننزله هينزل هو وهيلعب هيأدي, وهنشوف منه اخطاء طبعا, بس الاخطاء مش تبقى بنفس التصور اللي احنا كنا شايفينه قبل العصر بتاع ارتيتا. ما اتفاجئتش من التشكيل بسبب ان انا متخيل ان ارتيتا بقى بيحاول يتكيف مع الظروف وينقي اللعيبه اللي تنفع تأدي في الماتش. بس احنا كلنا متفقين ان التشكيله دي ما فيهاش لعيبه كتير انت شايف ان هم ينفع يلعبوا اساسيين في ارسنال, فاحنا عارفين ان النقطه دي خلاص اتحسمت بالنسبه لنا واحنا متاكدين منها في 100%. والماتشات اللي زي ماتش النهارده امبارح ده بتاكد المعلومه دي 100%. ما عندكش لعيب انت تقدر تثق ان هو هيخلص لك ماتش زي ده. في نوع من الماتشات كده احنا جربناه كتير مع ارسن فيجر وعارفينه, الماتشات اللي هي بتبقى قاعد بتتفرج على الماتش انت عارف 100% لو الماتش ده اتلعب 180 دقيقه مش 90 دقيقه مش هنجيب جوان, هو خلاص الماتش ده ماتش منتهي يعني, ماتش ارسنال مش هيجيب جون. فاحنا الماتشات دي بتبقى محتاجه نوع تاني من اللعيبه مش موجود في فريق ارسنال دلوقتي, ما عندناش النوع ده من التشكيل.
ده حقيقي فعلا. وكمان يا محمود انا يعني متخيل ان الروتيشن كان مطلوب في فتره زي دي، ان في لعيبه لعبت اكتر من طاقتها بكتير. يعني كيرن تيرني كلاعب لسه مش هنقول بيرجع من الاصابه، بس لسه بيثبت رجله بعد اصابه طويله، قعد 3 4 شهور ما بيلعبش، انه يلعب كميه ماتشات ورا بعض برده مش حاجه كويسه قوي، خصوصا ان في كمان نهائي كاس جاي، فراحته كانت شيء كان مطلب عشان يبقى ضامن على الاقل ان هو مستواه يكون كويس في الماتش النهائي. برده لعيب زي بيلرين من ساعتها على الرجوع من الاصابه لسه برده ما ثبتش رجله، او يعني مش مقنع لناس كتير مننا، على الاقل هجوميا دفاعيا معقول، لكن هجوميا برده لسه مش مقنع 100%. فالتغيير كان مطلوب طبعا. لعيب زي جاكا لعب كميه دقايق مذهله تقريبا، هو ما فوتش غير الماتشات اللي كان مصاب فيها بعد ما اتصاب في ماتش سيتي، ومن ساعه الاصابه دي هو بيلعب على طول، فكان مطلوب جدا ان هو رايح. بالظبط انا اتفق معاك تماما. وحاجه تانية ان بقى في لعيب عندنا في الفريق ارتيتا عارف يوظفهم في مراكز كتير، وبيقدروا يخدموا الخطه في اي تشكيل هو بينزلوا فيه. يعني الماتشات اللي فاتت في لعيب، يعني لعيب زي ميتلان نايلز كان مركون فتره طويله جدا، ومن بعد كده رجع تاني يلعب في كذا مركز. ماتش كان بيلعب في الوسط، ماتش كان بيلعب جناح شمال، باك شمال قصدي. فاحنا عندنا التشكيله من اللعيبه الصغيره اللي انت ممكن توجههم او توظفهم في الملعب بالطريقه اللي انت شايفها صح وتفيدك يعني. بس في المجمل التشكيله كان لازم، انا شايف ان احنا كان لازم نغير كتير، لان انا شايف ان احنا لازم نحافظ على اللعيبه اللي عندنا دي، علشان احنا عندنا الدوري. يعني انا شايف ان ايه الفرص بتاعت ارسنال في الدوري؟ مفيش حاجه. انا طبعا مش عايز، مستعده كويس، اللعيبه كلها جاهزه، عندي تشكيله من لعيبه كبيره اقدر استفيد بيهم في الماتشات اللي تفيدني فعلا زي ماتش الكاس. هو ده بالنسبه لي التارجت دلوقتي او الهدف اللي احنا المفروض كلنا نبص له. بطوله لارتيتا بطوله مهمه بيلعب عليها، لكن الدوري هنوصل مركز ثامن وبعدين يعني ايه الهدف ايوه اللي انا دي اوصل الشوروبا البطوله ليج برضه، يعني ما وريش حاجه خالص، هو بالظبط؟ مركز فانت ما فيش الدوري ما فيش منه امل، واحنا عارفين كده. وعلى فكره انا يعني زي ما كنت ببعت لك الخبر بتاع الارسنال اول مره هيبقى بره الثمانيه الاوائل في الدوري من سنه 96، ده حقيقي. فده يعني حدث تاريخي بنشوفه اول مره في ارسنال، واول مره جماهير ارسنال كلها لما تشوف الموضوع ده، يعني مش عارف يعني تبقى يعني اقدر اجمع ولا لا، بس مش نفس الدقيقه بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها. اظن الخبر محمود احنا متقبلينه. الفرق ان احنا عشان احنا فاهمين نوعا ما ان احنا ماشيين على طريق ومستنيين نشوف يعني ثماره في الاخر، هل هنستفيد ولا مش هنستفيد، بس احنا فاهمين احنا على تراك على الاقل يعني. بالظبط. فاحنا قدامنا الطريق، فاحنا عارفين ان احنا كده كده هنضطر نضحي بحاجات واحنا رايحين في السكه دي، فاحنا متقبلين ان احنا هنبقى بره الثمانيه الاوائل في الدوري لاول مره من زمن بعيد. عارفين ان ده هيبقى ليه عقبات كبيره جدا على الفلوس اللي هتيجي للنادي السنه الجايه، بس احنا واثقين ان احنا شايفين بوادر او مؤشرات كويسه من اركيتا ان هو يقدر يوظف لعيبه مش احسن لعيبه في العالم، فيديهم طلع مهام في منهم حاجه. المباراه خليهم يطلع منهم حاجه. يعني ده يدفع ارسنال قدام فريقين بطل الدوري ووصيف الدوري. ارسنال بيعمل ماتشات دفاعيه محترمه جدا 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 بلعيبه انت عمرك ما تتخيل ان يطلع منهم كده. يعني معلش دفاع فيه مصطفاي وديفيد لويس انت شايفه دفاع نيستا ومالديني. يعني دي معناها دي في مدرب شغال ورا وبيدي التعليمات واللعيبه بتنفذها بطريقه كويسه. فاحنا مش متضايقين. فلو هنرجع لماتش امبارح، طبعا لو كنت يعني لو هنتكلم على ان احنا عارفين ان ارسنال لسه خارج من ماتش قدام السيتي وعامل نتيجه كويسه وكسبان وصعد نهائي الكاس، فاحنا كنا عندنا تخيل او توقع تاني للسيناريو الماتش، مش ده اللي احنا شفناه في الملعب. بس احنا كنا شايفين بوادر الموضوع ده من التشكيل ان ارسنال هعينه اكتر على الكاس، بدليل ان هو ممكن يبقى بيلعب امبارح مش يعني دي مش اقوى تشكيله عند ارسنال، بس دي احسن تشكيله مناسبه للظروف اللي احنا كنا شايفينها. اظن محمود يعني اتفق معاك في الحته دي، ان التشكيل ما عنديش اعتراض عليه بصراحه. انا شايف ان راحه اللعيبه كانت شيء ضروري جدا، وده اصلا ده بيبين او ده بيكسبوز مشكله تانية، ان احنا فعلا ما عندناش غير 11 لعيب بالظبط هم اللي ينفعوا يلعبوا حاليا، ودي مشكله محتاجين نحلها في الصيف او الاداره تحلها في الصيف. بس هو فعلا يكون في 11 لعيب بالظبط هم اللي بيعملوا اللي انت عايزه، دي مشكله كبيره. انت ما عندكش مجال تغير غير في لعيب او اتنين بالكتير قوي يعني. محمود لو هنتكلم نرجع تاني نتكلم عن الماتش، احنا هنتكلم عليه بقى يعني الشوط الاول والماتش كله بشكل عام. الشوط الاول كان طابع بتاعه ان ارسنال معاه استحواذ ولكن معهوش خلق فرص، واظن دي اول حاجه الناس لاحظتها كفرق بين ماتش ارسنال مع استون فيلا وماتش ارسنال مع سيتي او ليفربول. مع سيتي او ليفربول ارسنال كان نازل بابروتش خللهم الكوره وانا هلعب على المرتده، او انا هلعب على الفرصه او اتنين اللي هيجوا لي، عشان اكيد هيجي لي فرصه او اتنين في الماتش كله كمجمل. ماتش استون فيلا ما كانش ينفع تابروتش بالشكل ده، ما كانش ينفع تخش الماتش بالعقليه دي داخل الماتش،
بالطبيعي بتاعك بان نازل اركب الماتش اعمل فرصه واثنين وثلاثه واربعه في الشوط واجيب منهم جون او اثنين. بس للاسف ارسنال امبارح كانش عنده اي حد يخلق الفرص دي او يعمل الكلام ده اصلا. بص وانا اتفرجت على استون فيلا كتير في الدوري في الموسم ده يعني علشان في ماتشات كتير كنت بتابع فيها تريزيجيه الفرعون المصري الجديد بدل صلاح. فانا في ماتشات كتير كنت بتفرج يعني على لما قعدت اتفرج على دوري على فريق تاني يعني كنت بتفرج على استون فيلا. فانا اكتشفت بس او خدت بالي من حاجه قدام الفرق الكبيره استون فيلا بينزل بابروتش خايف او يعني بيبقى لامم نفسه زياده عن اللزوم، مش زي مثلا نورتش سيتي بيبقى فاتح الملعب وبيهاجم وبيضغط، لا بيبقى قافل الملعب خالص وبيلعب الهجمه المرتده. فانا متخيل ان ارتيتا لما اتفرج على الماتش او استعد للمباراه زي دي كان عامل حسابه ان استون فيلا هيلعب بالطريقه دي وهيدافع، وده خلى ان الماتش بادي ان ارسنال هو اللي معاه استحواذ لان استون فيلا سايب لك كوره، هو بيلعب الهجمه المرتده زي ما هو متعود قدام الفرق الكبيره. فده خلى الماتش رايح في سكه ان ارسنال بيهاجم او معاه الكوره، بلاش اقول بيهاجم عشان هيبقى بيوصف وصف غلط للي كان بيحصل. كان ارسنال معاه استحواذ بيروح بهجمات، الهجمات مش هقدر اقول مش منظمه 100%، دايما بتتكسر على الحدود ال 18 ما بنوصلش بالكوره للجون، دايما الفرص بتنتهي يعني ما تخيلش ان احنا شوطنا شوطين مثلا يعني لو انا فاكرهم بس حاجتين بس كورتين راحوا على الجون شالهم يعني. للاسف يا محمود ما عندناش شوط اون تارجت خالص، صفر اون تارجت، اربعه اوف تارجت. كان حاجه ممله جدا يعني انا كنت ما كنتش مبسوط صراحه من الـ يعني فكرني بماتشات مش عايز افتكرها، الماتشات الممله اللي انت قاعد بتشوف الماتش مش فاهم في ايه المشكله وعارف النتيجه، انت عارف النتيجه من الاول بالظبط. بس لو هنتكلم ان استون فيلا ما كانش كان سايب لك انت، كان عامل لك اعتبار وكان سايب لك انت الكوره، وانت اللي كنت ممكن يعني لو انت عندك الحماس او القدره انت تجيب جون، لو كنت جبت جون كان الماتش ماشي بسكه مختلفه. بس بالطريقه اللي احنا شفناها احنا كاننا كنا مستنيين الجون بتاع استون فيلا، يعني الماتش كان رايح ان احنا مستنيين هجمه مرتده تتعمل علينا توصل بالطريقه كويسه تجيب جون، بس هي ما حصلتش بالطريقه دي، حصلت من كره ثابته يعني كالعاده. يعني لو نتكلم على الجون ده محمود، الجون فيه اللقطه مش عارف انت شفتها ولا لا، لقطه اوباميانج وهو كان بيهزر مع تايرون مينجز وجري منه على القريبه، لمس الكره بدماغه وقعت لتريزيجيه. تريزيجيه صراحه شوطه يعني هايله بصراحه، او لبست في وش رجله بشكل حلو جدا وراحت في الزاويه الضيقه. يعني لا بس لقطه سيئه من اوباميانج. معلش يا زكريا اقول لي بالظبط، غير يعني طبعا هي ما كانتش يعني المفروض الكابتن ما ينفعش يبقى يعني انت يعني ماتش في دوري مش ماتش ودي، فيعني المفروض يعني بس بص مش هنلوم اوباميانج في يعني هو في الاخر برضو ليه حاجات كويسه كتير، بس هنتكلم ازاي دفاع ارسنال واقف على خط واحد، ازاي اصلا كل لعيبه موقفه بالطريقه غريبه دي، هو ما حدش ماسك حد، انا مش فاهم يعني ازاي في كره ثابته اللعيب ده واقف لوحده ومش هو لوحده، في ثلاثه تانيين واقفين كل واحد في حوالي ثلاث لعيبه ما بيعملوش حاجه بيتفرجوا بس. بالظبط في ثلاث لعيبه واقفين كل واحد واقف بعيد عن الثاني بيتفرج. طبعا هي فيها توفيق كبير جدا لتريزيجيه ان هو يشوطها لبست في وش رجله مره واحده في الزاويه، بس في نفس الوقت ازاي هو لوحده اصلا، بس واضح ان احنا مكملين بيها فتره طويله. لا احنا في كوره ثابته طبعا احنا ما اتحللتش خالص، احنا للاسف يعني مستقبلين 45% من الاجوان دخلت فينا من كوره ثابته، هي مشكله ما اتحلتش اصلا للاسف يعني. فالمشكله ان فعلا الكوره كانت احنا فعلا كنا بنلعب اكننا مستنيين الكوره دي، هي دي الكوره اللي احنا مستنيين الغلطه اللي هتسبب ان جون يدخل في ارسنال. ما افتكرش ان احنا كان لينا فرصه اصلا اكتر من الفرصه دي قبلها، ما كانش فيه ولا فرصه اصلا تقول ان ارسنال هيجيب كلها انصاف فرص، مفيش حاجه يعني في الشوط الاولاني مفيش حاجه تندم عليها بصراحه. بالظبط فاحنا مفيش حاجه ممكن تتكلم فيها في التفاصيل او توصف هجمه مرتده مثلا او هجمه ارسنال عملها. كان في حاجه غلط يعني، تحس ان اللعيبه يعني بتلعب ما عندهاش طموح مثلا ان الماتش ده مش فارق بالنسبه له، غير استون فيلا طبعا الماتش ده بالنسبه له مهم جدا لان هم عندهم صراع على الهبوط فموتين نفسيهم حتى لو هم مش لعيبه كويسه. او الفرق الانجليزيه عاده يا محمود الفرق الانجليزيه بتتوحش لما تكون مهدده بالهبوط، ده حقيقي. فهم عندهم الطموح والدافع وارسنال ما عندوش الدافع، يعني ارتيتا ما عرفش يحط الدافع للعيبه، او هي لعيبه ارسنال المايند سيت او الدوافع عندهم بتحتاج يعني زقه بطريقه مختلفه. فيعني الماتش ده ما كانش جاي على الوتر اللي هم يلعبوا يعني يبقوا عايزين يعملوا حاجه في الماتش، هم مش نازلين بيحاولوا ينفذوا خطه ارتيتا بس ما كانش في حاجه عايزين يوصلوا لها يعني. فده وصل ان يعني زي ما بقول لك انت شفت اوباميانج بيهزر، فالموضوع مش فارق مع ارسنال قوي صراحه.
ده حقيقي. اللعيبه مش في نفس من المينتال ستيت بتاعت ماتش سيتي او ماتش ليفربول تماما، طبعا فرق جامد من حالتهم النفس يعني الذهنيه في الماتشين دول والماتش ده. طبيعي يعني، انا كنت شايف ان هو طبيعي، كان محتاج توجيهات مختلفه او دوافع مختلفه للعيبه تقدر تحمسهم بيها، بس ده ما حصلش في الماتش ده. فالشوط انتهى بالشكل اللي احنا شفناه، وبالجون اللي جه ده كان خلاص لو هنك... الموضوع. يعني لو هنتكلم على بقيه الشوط الثاني، ارسنال عمل تغيير واحد بين الشوطين، طلع لوكاس توريرا ونزل جرانيت جاكا، يعني لا اثبت بشكل كبير جدا ان هو لا غنى عنه حاليا في خط وسط ارسنال مع كل مشاكله مع كل عيوبه يعني كالعاده بنتكلم فيها، بس حاليا بالنسبه لخطه ارتيتا هو لعيب مهم جدا. انا عايز استغل النقطه دي محمود ان نتكلم عن لوكاس توريرا وعن مستواه السيء في الماتش، يعني بيلعب كور كلها بينقل لورا، اللي هو ده شيء يعني بيخالف تماما كل الكوره اللي عايز يلعبها ارتيتا ونوعيه الكوره اللي عايز يلعبها. كل النقلات لورا ما بيحاولش يعني ما بيعملش الموضوع اللي سيبايوس بيعمله بمساعده جاكا، ان هو بياخد الكوره وينقل الكوره لقدام. لعيب الـ يعني الانستكت اللي عنده ان هو عايز يلعب سليم، عايز يلعب السهل، عايز يدافع. اظن توريرا محتاج محمود خطه تلائمه، او محتاج يلعب في سيستم يلائم توريرا زي السيستم بتاع امري كان بيلائم توريرا. احنا فاكرين توريرا كان بيقدم احسن مستوياته في اول، طبعا في اول امري، بحكي الامري لعب رقم 10 وكان موضوع تاني ساعتها. بس يعني اللي لاحظته امبارح في الشوط الاولاني ان توريرا مش عارف يفتن في السيستم بتاع ارتيتا او في خطه ارتيتا كان بيلعب بيها امبارح. بصوا الكلام ده طبعا صح 100%، بدليل ان ارتيتا ما بيعتمدش على توريرا اساسي في ماتشات خالص تقريبا، بينزل دايما هو اللعيب البديل لما يبقى عاوز يعمل مداوره بينزله او يخليه بديل في الماتش، وده باين على طريقه لعب ارتيت توريرا، لان توريرا عاطفي. لو فكرنا هو تقريبا كان بيعيط في ماتش كده اتبدل فيه او حد طرد، ده كان بيعيط لا لما الموقف تشاكى بتاع جاكا لما اللي تشاكى بيتخانق. بالظبط، فهو عاطفي وده بينعكس عليه في الملعب. لما يلاقي ان لما تلاقي ان مديرك مش واثق فيك او حاسس ان انت مش الاساسي بتاعه، فهو بتنزل خايف زياده عن اللزوم او بتحرص يعني لما تحاول توري له. في لعيبه بتاخد الموضوع ده دافع ليها وتبتدي تموت نفسها في الملعب، وفي لعيبه تانية لما تبقى عاطفيه الموضوع بالنسبه لهم ان هو كده كده انا عارف ان انا مش رقم واحد في المركز ده، فانا كده كده حتى انا هلعب، بس يعني هلعب السهل الحريص اللي ما فيهوش مغامره اللي ما يضرنيش يعني لو مش هيفيدني ما يضرنيش. ما بيعرفش يفصل فهو بيحاول بالاثنين. يلعب بالظبط، فهو مش عارف يفصل. فهو بس احنا شفنا القماشه بتاعت توريرا وشفنا اللعيب كويس باين معانا، واضح صحيح. ان اللعيب ده مش موجود في المنظومه بتاعت ارتيتا، او الطريقه اللي بيلعب بيها ارتيتا مش مناسبه اللي هي تطلع توريرا اللي احنا مستنينه، اللعيب سي دي ام اللي بيعرف يلم الكور اللي بيدافع كويس. خلي بالك لما كان بيلعب في طريقه امري الاولانيه هو ما كانش مطلوب منه كتير ان هو يطلع لقدام، الا لما طلب منه يلعب نجم رقم كبير 10 امري لعبه رقم 10 ويلعب مهاجم كمان في اوقات كتير ويبقى في منطقه الجزاء معظم الوقت اوباميانج بره، فده بوظ له غالبا السيستم بتاعه، خلاه لعيب تاني غير اللعيب اللي احنا متعودين عليه. فانا مش عارف بقى الحل معاه ايه علشان نرجعه تاني، لان انا لسه شايف فيه امل. انا شايف ان هو لعيب واعد ويجي منه سنه صغير، والمركز ده احنا محتاجين فيه ناس، بس هل هو المناسب دلوقتي؟ انا ابتدى يبقى عندي شكوك في الموضوع ده، انا ابتدى يبقى عندي شكوك انا كبيره اتفق ان هو معاك المناسب. محمود، واتمنى ما يكونش الحكم بتاع ارتيتا على توريرا ظهر اوريدي، اتمنى يكون الحكم بتاع ارتيتا على توريرا الموسم الجاي وكنا ندي فرصه الموسم الجاي. انا مش عارف بصراحه هل ده هيحصل، هل هيستعملوه ان هم جنريتو بيه كاش يجيبوا بيه فلوس، مش عارف، بس انا اتمنى يكون الحكم عليه الموسم الجاي مش الموسم ده. محمود، ارسنال في الدقيقه 60 عمل تغييرين، طلع باكايو ساكا وطلع ديفيد لويز ونزل نيكولاس بيبي وكيران تيرني. ارسنال بالتغييرين دول اتجه انه يلعب باربعه ورا، قلبين الدفاع كانوا سيد كلاسيناتش وروب هولدينج، والباكات كانوا سيدك سواريز وكيران تيرني. كيران تيرني عمل فرق ملحوظ في الماتش من الدقيقه 60 الناحيه الشمال، واوبامانج بالتحديد اشتغل اكتر بكتير لما بقى تيرني بيلعب وراه. وانا حاسس محمود دي مشكله اصلا ان كون اوباميانج مستني الباك شمال يشغله، ده ندل على شيء بيدل على فقر نص الملعب وفقر الفرص اللي بين نص الملعب بيعملها تماما. الموضوع ده واضح للناس كلها، يعني دايما كان اوباميانج بيتالق لما ساقه يبقى هو اللي بيلعب على الشمال وبيديله الفرص، وبعد دلوقتي يبقى تيرني هو اللي بياخد الدور ده. وده على فكره يعني هو واضح لان ارسنال بيلعب من غير صانع العاب بقاله فتره طويله، فاحنا فعلا خط الوسط ما فيهوش لعيب كرييتيف. مين اللعيب الكرييتيف اللي عندنا اللي بيلعب في خط الوسط اللي يقدر يصنع الفرص؟ فهو ارتيتا بيحاول يعمل شغل بعيدا عن يبقى عندك لعيب كرييتيف في نص الملعب يقدر زي دي بروين مثلا يقدر يشوف الباصه من بعيد، يقدر يديك الثرو في الوقت المناسب، يقدر يجري الاجنحه ويخليهم ياخدوا اماكن. ما عندناش اللعيب اللي بيحرك اللعيبه دي،
هي. لو هنتكلم عندنا لعيب ممكن يبقى كان زمان من النوع ده وبقاله فترة طويلة مش عارف يرجع للتوم ده، هو أوزيل. نعم. أوزيل هو النوع ده من اللعيبة، بس احنا مش يعني ولا احنا عارفين ولا هو عارف ايه المشكلة دي يعني اللي عنده يعني. ف برضه السن ليه عامل كبير طبعا، بس ما عندناش المركز ده دلوقتي، فلازم ارسنال او ارتيتا يدور على حاجة تانية يصنع بيها الفرص. فغالبا هي اللي موجود دلوقتي هو شغل الجنب الشمال مع اوباميانج، وغالبا هيبقى اوباميانج عنده نفس المشكله اللي كانت عند جيرو زمان، ان هو دايما بيلعب من جنب واحد، ما ينفعش الجنب التاني يشغله، هو معتمد ان الكره هتجيله من جنب واحد بس، ما بيعرفش جيرو يلعب كان على دايما الجنبين مستني الكرة على القريبة فعلا. بالظبط. فهي الفرصه كلها ان احنا دايما غالبا مضطرين دلوقتي نقبل ان احنا لازم اوباميانج لو عايزينه يبقى في احسن احواله، او اتليست يبقى بيجيله فرص بيخلصها يعني، يجيله من جنب الشمال. كيرين زي ما قلت عمل اداء يعني كان بالنسبه لي كان كويس جدا من ساعه ما نزل، وبدا يعني حسيت ان ارسنال بدا يتحسن كنقل الكوره من ناحيه الشمال، ك يعني لعب القدام من ناحيه الشمال، عمل كورتين لو بانج كانوا ممتازين، سواء بانج اسف اساء التصرف فيهم لما لعبهم بالعرض لانكيتيا ولا كازيت، بس لعبها في حته ما حدش فيهم موجود وما حدش فيهم رايح للحته دي. اللعيب التاني اللي نزل محمود اللي عايز اتكلم عليه نيكولاس بيبي. انا تخيلي نيكولاس بيبي المفروض في مواقف زي ده او في وقت زي ده من الماتش لما ينزل المفروض ينزل يعمل قلبان، ينزل هو اللي بياخد الكوره بينقلها لقدام، لعيب سريع لعيب مهاري بياخد المفروض ينزل يعمل شيفت في الماتش، يعمل ان الكوره بقى بتتنقل اسرع بين اخطر على الجون، بقينا بنهدد مرمى الخصم اكتر بكتير. بس للاسف انا ما حسيتش اي حاجه من الكلام ده خالص. بيبي زي ما نزل زي ما الماتش انتهى نص ساعه من الاختفاء شبه التام، عمل كام كوره بس ما كانوش بالخطوره المطلوبه، لعب كورنر اللي فرصتنا الوحيده في الماتش الكورنر اللي لعبها الانكتيا وانكتيا جابها في العارضه، غير كده محمود ملوش ظهور خالص. انا بيصير التساؤل بيرفع اسئله كتير، بيبي لما بيلعب في مشكله احنا مش قادرين نكتشفها لحد دلوقتي يعني. اللعيب ده كان عامل مكسر الدنيا في فرنسا، كان لعيب واعد جدا وشعره غالي، دليل ان هو الناس كلها شايفاه لعيب تقيل، حتى مع كوتيفور كان بيعمل ماتشات كبيره يعني مع لعيبه تانية في الفريق، بس هو بيعمل ماتشات كبيره وهو اللي كان نجم معظم الماتشات. فين بقى اللعيب ده؟ فين اللعيب ده؟ انا مش عارف يعني، مش عارف اللعيب ده فين في ارسنال. وعلى فكره الموضوع مش منظومه او مش لعيبه حواليك بس، انت نفسك لو ما عندكش دافع من جواك بيحركك مش هتعرف تأدي. انا حاسس ان الدافع ده ما عندوش، هو ما عندوش الدافع ده، هو مش برضه بينزل محمود الماتش. عشان ما نبقاش ظالمينه، بيبي نوعيه اللاعبين البادي لانجوج بتاعها مش هيديك حق ان هو بيموت نفسه، فهو ده يعني واضح ان مشكله البادي لانجوج عنده ان هو زي اوزيل فاهمني، لعيب بيتمشى معظم الوقت، لعيب مش نوعيه اللعيب اللي بيموت نفسه او بيبين قدامك بيموت نفسه. البادي لانجوج طبعا احنا عارفين ان هو من اللعيبه اللي مش ما بيبينش رد فعل، بس في حاجه غلط، مش ده اللعيب اللي انت دافع فيه فلوس كتير قوي ومش عارف تاخد حاجه قصادها. في حاجه احنا نقطه مش فاهمينها، وكل المدربين اللي دربوا ارسنال مش فاهمينها، بدليل ان كلهم بيحطوا احتياطي، مع ان اللعيب اللي عامل 88 مليون هيلعب اساسي وانت مغمض، خصوصا ان انت ما عندكش جناح اصلا. يعني مين الجناح اللي عندك؟ انت ما عندكش اساسا في الفرقه جناح اجنحه، فانت لعيب زي ده ب 80 مليون وجناح وواعد انت متخيل وعينك وانت مغمض هيبقى اساسي، لكن تشوف كل المدربين اللي بيلعبوا ارسنال ممكن يلعبوا ماتش اثنين وبعدين يبتدوا يركنوه. ده حقيقي كده واضح، بس مش البادي لانجوج، لا واضح ان هو ما بينفذش اللي بيطلب منه في الملعب. هي فعلا مشكله طولت وبقالها كتير، واتمنى يعني بيبي يعني مع نهايه الموسم ونهائي الكاس والموسم الجاي يبدا مستواه يتحسن او طريقه لعبه تختلف عن كده. محمود لو هنبدا نتكلم على اداء لعيبه تانية زي داني سيبايوس زي لاكازيت، انا عايز اتكلم عن حته معينه ان هما الاثنين دول بالتحديد ادائهم في ماتش سيتي بالتحديد لا يقارن بماتش اسفيلا تماما، في دروب في مش عايز اقول كلام وهمي زي الحماس والسخونه والكلام ده، بس في دروب في ان هم بيحاربوا على كوره بيستموتوا في كل كوره. الموضوع ده اختلف تماما الماتش ده الماتش ده، وده شيء مفهوم وشيء منطقي، ولكن الدروب انا بالنسبه لي محمود كان اكتر من الدروب المنطقي. منطقي يبقى في دروب بس مش بالشكل ده. سيبايوش بقى انا ده اللي انا مش قادر افهمه قوي. اظن زي محمود سيبايوش برضه من الواضح ان هو يعني افتقد وجود حد جنبه بيسلمه وبيحركه بشكل عام اللي هو جاكا، واظن هو عانك يعني عانى في اللعب مع توريرا. ده كلام منطقي جدا، لان هو فعلا بيحب يسند كتير، بيحب يستلم كتير، وبيحب اللعيبه تطلع معاه، يعني بياخد اللعيبه ويطلع بيها، مش بيلعب الكوره لقدام، مش الكوره الطوليه، هو دايما بيحب يبني الهجمه ان هو ياخد الكوره ويطلع بيها ويستلمها تاني،
فلو اللعيب اللي معاك مش مساعدك ان هو يستلم ويسلمك ويجري معاك، انت هتلاقي نفسك انت مضطر معظم الوقت تاخد الكره مسافات اطول، فده بيحط عليك مجهود زياده، فده ممكن يبقى ده السبب ان توريرا مش راكب مع سيبايوس في طريقه اللعب، لان هو تشاكا بيتحرك كتير وبيجري وبيعرف يامن وبيعرف يغطي. ففكره ان انت يبقى عندك لعيب ديفنسيف بيور او لعيب تاني سي ام عادي بيروح ويجي معاك بوكس تو بوكس، بيديك الفرصه ان انت تظهر شويه من المهارات اللي عندك، غير لما انت تبقى محكوم بمساحات اكبر في الملعب، مطلوب منك تغطي مساحه اكبر لان المدافع اللي معاك او الخط الوسط اللي معاك مش هيطلع يتقدم معاك. يعني محمود ممكن نبدا ناخد الاسئله للناس كانوا بعتلها لنا على تويتر. اول سؤال من محمد الاشوك باسم الكويت بيسالنا الاسماء والمراكز اللي ممكن تخلي ميركاتو ارسنال مرضي لارتيتا ومرضي للمشجعين. هو يعني رايك محمود مين ارتيتا هيكون داخل بتارجت مراكز ايه؟ احنا الناس عايزين ايه؟ احنا عارفين اوريدي الناس عايزين ايه. الناس عايزين لعيب كريتيف في نص الملعب، الناس عايزين مدافع، احنا عارفين الناس عايزين ايه، ولكن احنا عايزين فريق. احنا عايزين فريق كامل فعلا. انت متخيل ارتيتا حط تارجتس ايه؟ لو انا هبص يعني لو هبص ايه اللي ممكن يرجي ارتيتا السنه الجايه، لان انا شايف ان ارتيتا عقلاني شويه في اختياراته، ولما بيتكلم حتى دلوقتي بيتكلم، انا سمعت له كذا تصريح مؤخرا بيقول ان هو عارف ان السنه الجايه الفلوس بالنسبه لارسنال هتبقى مشكله، عشان هو مش هيلعب في اي بطوله اوروبيه لغايه دلوقتي يعني، فهيبقى في ازمه عند ارسنال في الكاشات يعني، فهيصرف الكاش بطريقه محترمه يعني لحد كبير. فانا شايف ان بالنسبه لي ارتيتا هيبقى بيركز اكتر على لعيب خط وسط مدافع ولعيب خط وسط مهاجم، ده المركزين اللي انا شايف ارسنال غالبا هيبقى بيتارجت لعيبه في المركزين دول. خط الوسط الهجومي انا بقى مش عارف مين ممكن يجيبه في خط الوسط الهجومي بالبادجت بتاع ارسنال حاليا، لازم يبقى لعيب مفاجاه، ما ينفعش يبقى لعيب متوقع. الكلام كله يعني على اعارات او صفقات ببلاش زي ويليان زي كوتينيو، للاسف هو دي الحاجات اللي احنا نعرف نافوردها دلوقتي. طب انت ايه رايك في كوتينيو؟ يعني لو شايف ان احنا نجيب لعيب بنفس المبلغ ده ممكن نجيب حاجه احسن شويه. اي مبلغ بقى انت هتفترض ان انت هتبيع؟ هما بيتكلموا على 15. لا سيبك من موضوع جندوزي مقابل كوتينيو مباشر ده، انا بتكلم على موضوع ان هما عايزين يعيروا كوتينيو ب 15 مليون بس. فانا حاسس 15 مليون في سنه واحده ده رقم ممكن اعمل بيه حاجه افيد، خصوصا في السوق اللي بعد الكورونا الاثارات مختلفه تماما. يعني انا عندي مشكله تانية اصلا مع كوتينيو، هو انا عندي ان احنا اوريدي اصلا بنعاني من مرتب اوزيل، فانا متخيل ان انا مش هجيب لعيب تاني جاي من برشلونه بمرتب كبير اضيفه على التشيك بتاع ارسنال. يوتم ظهري فعلا، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. محمود لو ناخد السؤال اللي بعده من عمر موسى ات عمر ارسناليست بيسال سؤال ان خايف ان ماتش تشيلسي، هنتكلم ماتش تشيلسي ان شاء الله يبقى في حلقه قبل الماتش على طول، فخلي السؤال ده عمر وهنجاوبه ساعتها. السؤال اللي بعده نفس السؤال اللي بيساله عبد العزيز الزاحم ات الزاحم 1408، هل توريرا كده خلاص جاب اخره وهيخرج ولا في امل وشويه نستنى يبدا ضمن الفريق؟ جبنا الحته دي وقلنا ان احنا بنتمنى ان توريرا يفضل موجود، بس من الواضح ان هو مش بيسيرف او مش بيخدم الخطه الحاليه لارتيتا زي ما انت قلت محمود، ان هو مش بيفيد حاليا، ولكن نتمنى يكون الموسم الجاي ممكن يكون له مكان او يكون في امل ان ارتيتا يفكر فيه بشكل مختلف. بيت الاسامي بقى توريرا، كولاسيناتش، هولدينج، سوكراتس، جندوزي، اوزيل ومصطفى، هل الناس دي انتهت مع نهايه الموسم يا محمود، ولا انت بتخيل ان في طريق للعوده لاسم او اتنين من فيهم؟ هقولهم لك تاني: توريرا، كولاسيناتش، هولدينج، سوكراتس، جندوزي، اوزيل ومصطفى. والله بص، في لعيبه منهم احنا عارفين ان هم انتهوا تماما، بس احنا مش عارفين هنخلص منهم ازاي يعني. يعني احنا مش عارفين يعني السكه اللي ممكن، يعني مثلا واحد زي سياد، مين الفريق اللي هيبقى عايز يشتريه؟ انا ما اعرفش، انا ما طرحش لغايه دلوقتي في السوق ومفيش نوادي انترستد فيه، فاحنا محتاجين ندور له، هنتعب عقبال ما ندور له على نادي في الدوري الالماني يعرف يجيبه. يعني لعيب زي اوزيل هو خلاص احنا متاكدين 100% ان هو مكمل عقده، هو مش عايز يروح في اي حته وقفل على نفسه الصين، صعب الصين دلوقتي ما عندهاش فلوس فصعب نبيعه، فدي بقت صعبه جدا يعني. فهو مكمل معانا مش عشان ارسنال محتاجه، علشان هي الظروف كده، فاحنا متكيفين مع الوضع ده خلاص يعني. احنا ندفع فلوس كتير بالنسبه له، شغلانه كويسه، قاعد في النادي بيتدرب او ما بيتدربش وبياخد مرتبه والدنيا ماشيه يعني، فاحنا مش عارف نخلص منه. هولدينج انا شايفه لعيب كويس، انا مش ما عنديش مشكله ان هو يكمل، هو كان بادي كويس جدا، حصل له اصابه يعني، رجع من الاصابه مش بمستوى كويس، اتصاب تاني، فيعني وهو حتى لما بيلعب انا ما عنديش مشاكل معاه كبيره يعني، ما عنديش مشكله معاه كبيره، غير ان انا ما لقيتش شايفه لعيب مبشر زي زمان.
هو رجوع من مصطفى الصليب فيا يا محمود حاجه دايما قصه صعبه للاسف، فانا شخصيا مستعد اديله فرصه شويه. بس انا شايف ان هو احسن له يعني، واحسن لارسنال ان احنا نديله اعاره شويه، علشان يعني بالمستوى ده مش هنعرف نحكم عليه، ولو حكمنا عليه يبقى حكم ظالم حقه يعني. يعني هو ما ينفعش يلعب على المستوى الكومبيتيتيف ده دلوقتي بعد الاصابه دي. واحنا هو عندنا محتاج لعيبه يلعب بطريقه على زي دي كده. لعيبه استفادت من الاعاره بعد الاصابه زي رامسي وتشيمبرز، ما هي ومارتينيز الاصابه بس تشيمبرز اتصاب جدا، اسف، استفاد جدا من الاعاره. بالظبط بالظبط، لعب في مركز تاني غير مركزه وابتدى يأدي وبان بشكل، كان لعيب رقم واحد في الفريق بتاعه فولام يعني، ده حقيقي. كان لعيب كان لعيب كان نجم في المركز ده. فلو هنتكلم على هولدنج انا شايف ان احنا بنديله فرصه تانيه. تورير احنا اوريدي اتكلمنا عليه، مصطفاي سقراطس اظن انتهى برضو. سقراطس غالبا انتهى، هو سنه كبر وما بقاش بيأدي زي زمان، ومش هو اللعيب اللي ارسنال تعاقد هو معاه اظن يعني. فانا شايف ان احنا هو لو في فرصه كان يلعبه كانت امبارح يعني محمود. بالظبط بالظبط، فانا شايف ان بالنسبه لي سقراطس غالبا بنسبه كبيره يعني مش هيكمل السنه الجايه معانا. مصطفاي بقى اللي انا عندي معاه يعني، شوف احنا اتكلمنا عليه الموسم ده كذا مره وقلنا فيه كل حاجه وقلنا فيه العبر خلاص وكلمنا عليه، بس انا يعني انا اخر من ساعه ما رجعنا من التوقف انا مستواه بالنسبه لي كويس، ما عنديش معاه هاي مشكله يعني، بالعكس هاي انا شايفه مستواه اتحسن، او طريقه لعب ارسنال بقت خدماه، فاخطائه ما بقتش باينه زي زمان، بس زي الميزه ما اسلام محمود دايما كان بيقول لنا. ان هو يعني مش الميزه، اسف، المشكله ان هو دايما في غلطه جايه من مصطفى، فانت مش ضامن الغلطه دي يكون حجمها قد ايه للاسف يعني. ايوه انا فاهم طبعا، وحظ، بس هو حظ مصطفاي ان غلطاته ما كانتش بتتدارك، لما بيغلط كنا بنلبس جول خلاص الموضوع كان منتهي. ده حقيقي. فزي ما اسلام كان بيقول لك، في منظومه لما بتلعبها مع فريق المنظومه دي تكشف كل عيوب الفريق اللي انت بتلعبه، او في منظومه تانية بتداري العيوب. مؤخرا ارتيتا بقى بيلعب بطريقه بتغطي على عيوب المدافعين، بيلعب في تلعب اخطاء مدافعين. بتحصل وبنلعب بنلحق نتداركها يعني. واحد زي لويس مثلا، ديفيد لويس غلطاته قاتله وضيعت منها ماتشات كتير، ورعونته في الكور اللي بيسبب فيها طرد او ضربه جزاء كانت كارثه، بس لما اتحط في منظومه ثلاثه بقى بيلعب بشكل مختلف، بقى في حاجه غلط، بقى واخد دور الكابتن وبيوجه اللعيبه صح وبيوقفهم صح. في لعيب تاني نسيناه؟ تاني كده اتكلمنا عن اللعيبه كلها. جندوزي اظن ان يعني واضح ان مشكلته مع ارتيتا بالشوارع. بالظبط، الموضوع كبير، هو لعيب صغير بس متهور زياده عن اللزوم يعني، في عرق عربي كده تهور يعني، فكرني احمد حسام ميدو لو ضاربها مش فارق معايا حاجه، فاهم؟ لو يعني بالنسبه له الاحتراف محتاج يتعامل بطريقه مختلفه. فيعني لو هنتكلم على جندوزي، هو طبعا لعيب كويس جدا ونجم وكل حاجه بالنسبه لسنه يعني، او الوضع اللي خده فيه، بس لسه ما وصلش الليفل ان هو يبقى يعني ما يبقاش بيسمع كلام ارتيتا، او ما بينفذش التعليمات في الملعب، او بيعمل حاجات من دماغه. لسه الكلام ده بدري قوي على الكلام ده يعني، انت ما وصلتش لحاجه عشان تعمل الكلام ده كله، فهو غالبا محتاج يتوجه بطريقه مختلفه. ما اعرفش ايه اللي ممكن نعمله، بس انا شايف يعني انا مش عايز يمشي من ارسنال، انا شايف فيه حاجه كويسه، بس في نفس الوقت انا شايف ان هو محتاج يعني يخرج اعاره، يعرف يتخبط شويه في الدنيا، يعرف ان الدنيا مش هو ما وصلش لسه لحاجه عشان يبتدي يتعامل بالطريقه دي يعني. انا اظن الموضوع انتهى برضو بالنسبه لجندوزي، ف يعني صعب الموضوع الاعاره ده، عشان مشكله ارتيتا معاه مش مشكله كوره، هي مشكله اتيتيود. شخصيه بالظبط، ان هو يعني شخصيته مش ماشيه مع اللي ارتيتا بيطلبه في الفريق. فانا اظن هو يعني قصته انتهت مع ارسنال بصراحه. هي دي تكون اهم حاجه في الصيف ده محمود، استعمال السوق بشكل ذكي، تخلص من اللعيبه بارقام منطقيه، او تبدلهم بلعيبه انت محتاجها احتياج حقيقي في مراكز انت فعلا عندك مشاكل فيها. ف دي تبقى اهم حاجه في السوق ده، هو تستعمله بشكل ذكي فعلا. لو هناخد اخر سؤال عندنا محمود من عمر يعيش، عمر يعيش بيسالنا ايه التشكيل ممكن يلعب بيه قدام تشيلسي، برضو اسف اسامه يعيش، اسامه ان شاء الله هنجاوب على السؤال ده في الحلقه اللي قبل ماتش تشيلسي. السؤال الثاني بيسالنا خط 3 4 3 ما بتنفعش في رايي الا مع الفرق اللي زي سيتي وليفربول في الصف الاول. انا يعني مش هقول ان المشكله ان الخطه دي ما بتنفعش غير مع فرق الصف الاول، ولكن طريقه اللعب الابروتش بتاع ان انا نازل اسلم الكوره وانا ببقى مش معتمد على خلق الفرص، دي اللي فعلا ما تنفعش غير مع فرق قويه وانت نازل تلعب مرتده. لكن فرق زي اللي لعبها امبارح ممكن تلعب 3 4 3 بس تبقى نازل تتسايل الماتش، نازل تركب الماتش وتمشي كلامك على الماتش وتجيب جول 2 3. اتفق معاك تماما يعني، شايف ان فعلا 3 4 3 ممكن تلعبها بكذا طريقه، ممكن تلعبها بطريقه دفاعيه وممكن تلعبها بطريقه هجوميه.
لو انت حافظت عليها طريقه هجوميه هتضغط الفريق اللي قدامك احنا عند بشكل. امبارح محمود عندنا ثلاث رؤوس حربه في الملعب، عندنا انكتي، عندنا لاكازيت، عندنا اومانج، فاحنا مش ناقصنا اي شيء هجومي، احنا ناقصنا خلق الفرص، لكن وجود اللعيبه الهجوميه ما كانش ناقصنا خالص. انا بقى شايف ان احنا عندنا مشكله مع 3 4 3 من غير صانع العاب، لان انت كده قتلت الخطه دي. يعني من غير صانع العاب يغذي الثلاث مهاجمين، انت الخطه دي بالنسبه لك مش خطه كويسه، يعني الا لو انت هتعرف توظف حد من اللعيبه موجوده دلوقتي هو اللي يشتغل الدور ده. فانا ما اعرفش بقى هل ويلوك ولا تشاكا ولا سيبايوس يقدر يقوم بالدور ده. يعني ممكن يبقى هو كان في امل او يعني مبدئيا يقدر يقوم بالدور ده ومعلش يعمله، بس انا متخيل ان الخطه دي انت محتاج يبقى عندك صانع العاب كويس، ده محتاج حقيقي. يبقى عندك صانع العاب كويس يعرف يخدم على الثلاث مهاجمين اللي عندك، يا اما كده يا اما تعتمد على اجنحه، وفي نفس الوقت يبقى انت مش محتاج خلاص الثلاث مهاجمين. محمود احنا ممكن ننهي هنا، بان الماتش كان ماتش يعني لا يستحق الكلام فيه بشكل مطول وشكل مضاعف. انا بشكرك جدا يا محمود على الوقت اللي انت تقولي النهارده. شكرا ليك يا زكريا، وشكرا لكل الناس اللي بتسمعنا. ان شاء الله هيكون في حلقه يوم الاحد او الاثنين بعد ماتش واتفورد، هتكون حلقه ختام الموسم والاستعداد لنهائي الكاس. احنا موجودين دلوقتي على كذا اوتلت، موجودين على اي تيونز، ابل بودكاست، وسبوتيفاي، وديزر، وجوجل بودكاست، موجودين في كذا مكان. فلو ممكن تسيبوا لنا ريتنج او تكتبوا لنا ريفيو في اي مكان المكان تسمعوا فيه هتكون مساعده كبيره جدا. لو برضو مفيش وقت تعمل حاجه زي دي، متشكر جدا انتم بتسمعونا، وان شاء الله. Giroud.